مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم ببث مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، تحديدا من شاطئ النحلة. كما كنشوفوا مشاهدينا الكرام اليوم ومن قلب شاطئ أكيد النحلة، مابقاش التساهل، مابقاش اللعب، فكينا حملة كبيرة على أصحاب الباراسولات والكراسة اللي كيتكراو. كما كتشوفوا معنا ها هما المسؤولين والسلطات المحلية كيحاولوا على أنهم ينقلوا كاع الكراسة ويحجزوهم، كراسة اللي لقاو أكيد في قلب شاطئ النحلة. السلام عليكم. فكي كتشوفوا مشاهدينا الكرام مجهود كبير كيقوموا به السلطات باش يقدروا على انهم يحروا هذا المكان هذا من كل الكراسي اللي كاينه. فكي كتشوفوا هنايا لقاو هاد الكراسي مخزونين ومدربين بهذا الباص، فكيحاولوا يقوموا بمجهود كبير باش يقدروا يحافظوا على هاد الشاطئ هذا من المتطفلين والناس اللي كيتاجروا في هذا الامر هذا. فكما كتشوفوا مابقاش التساهل، مابقاش اللعب، السلطات الناس حمله كبيره. فكي كتشوفوا مشاهدينا الكرام تم نقل كل هاد الكراسي اللي لقاو مخزونين في هذه المنطقه الخاصه. اكيد كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام فكاين واحد التعليمات اللي صارمه اكيد من عند المسؤولين ديال منطقه البرنوصي باش ما يبقاش التساهل. وكما كنسمعوا ديال الام كيقولوا راه والله هذا الشيء ما غيبقى، والله ما غديروا هذا اللعب. كلمات اللي اكيد كانت صارمه، وهو تطبيق مجموعه من الاوامر اللي والسياسه اللي غادا فيها مدينه الدار البيضاء في النهوض بهذه المنطقه هذه. فكما كتشوفوا على كل المستويات كاين مجموعه من المسؤولين اللي جايين واقفين على خدمتهم هنايا في منطقه البرنوصي، تحديدا في شاطئ النحله بمدينه الدار البيضاء. يعني كل هذا التساهل اللي كنتوا كتشوفوا من قبل فما بقاش. فكما كتشوفوا مشاهدينا الكرام هو يتم نقل كل هاد الكراسي اللي لقاوهم مخزونين في هاد المنطقة ديال الخلاء. فكاين واحد التطبيق صارم وصارم بزاف مشاهدينا الكرام، ما بقاش التساهل، لأنه بصح حنا مقبلين على موسم الصيف بدا، وبدا الناس كيرتعدوا على الشواطئ. يعني هاد الأمور لازم نساليو منها ونساليو معاها. كي كتشوفوا مشاهدينا الكرام كاين مجهود كبير يتم تطبيق مجموعه من الاجراءات الصارمه، ما بقاش التساهل. هذو المهم نقولوا لانهم هما كل الكراسي اللي لقاو في منطقه الخلاء فهم كيحاولوا انهم ينقلوهم ويحجزوهم، لانه صافي التساهل ما بقاش، خاصه حنا مقبلين على فصل الصيف على استقطاب اكيد مجموعه من المصطفين لهذ الشواطئ هذه. فكنشكروا كل الجهات المعنيه اللي واقفه على هذا الامر هذا وانجاحهم، من السلطات الامنيه كذلك من كل، واكيد هادشي كامل كاين المطاوي ضمن شعار البحر للجميع. فما يمكنلكش تجي نتايا وتفرض عليا انني ناخذ عندك كرسي بواحد الثمن، هو البحر للجميع. فكي كتشوفوا ها هما كراسي وديطاب اللي لقاوهم مدرقين ومخزونين في هاد منطقة الخلاء، ولكن بتطبيق هاد التعليمات الصارمة. فمشكورين اكيد رجال الامن السلطات المحلية كل الفاعلين في انجاح هذه المهمة هذه. فكاين واحد المجهود كبير يقام في هاد اللحظات هذه، وكنحيوا كل السلطات. فكاين واحد التضافر للجهود، فكما كنشوفوا مشاهدينا الكرام السلطه المحليه رجال الامن كذلك رغم ارتفاع درجه الحراره والشمس فما طالعين في واحد المنطقه عاليه. راه خصكم تعرفوا ان حنا كنتوالدوا في واحد الكتبان من السوق ومن الرمال، ومع ذلك انتم كتشوفوا رجال الامن طالعين وكيتقاتلوا باش ينجحوا هذه العمليه. فبرافو رجال الحموشي، برافو كل السلطات الامنيه اللي كتقوم بمجهودها، من سلطات محليه، من رجال الامن، من اعوان السلطه. فكل شيء كاين واقف باش يقدر يتم حجز كل هاد الكراسي هادو اللي تم ايجادهم على انهم مخزونين. وحنا باقيين كنشوفوا معكم مشاهدينا الكرام، غنحاول نطلع ونقربكم اكيد من الصوره اكثر. لكن ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام هذه منطقه الخلاء كانت كتشوفوا مشاهدينا الكرام كاين مجهود ومجهود كبير يقام في هذه اللحظات. فبرافو كل السلطات المحليه اللي كتقوم بمجهودات كبيره في النهوض بهذه المنطقه هذه، منطقه شاطئ النحله. يعني ما بقاش التساهل، كاين واحد التطبيق صارم اكيد التوصيات اللي جاتهم عند الرؤساء ديالهم، خاصه المسؤولين ديال منطقه البرنوصي اللي دايره مجهود كبير وكبير بزاف باش اكيد انها تحاول تنجح هاد العملية هادي. فمشكورين كل السلطات المحلية، عناصر الأمن، فكاين تضافر للجهود، مشكورين عليه في هاد اللحظات هادو. أي واحد كيخدم هاد البلاد وكيخدم هاد المنطقة فبرافو ليه. ما شاء الله منطقة البرنوصي فيه واحد التضافر للجهود، وين نشوفوا كل سلطة
الضغوطات اكيد من السلطه المحليه كلا من اعوان السلطه اللي كاينين رجال الامن، فكل جهات فهي كتقوم بمجهودها في ترقيه تحت شعار البحر للجميع. يعني ما يمكن لك انت تدخل البحر وتفرض عليا على انني نكري عندك واحد الفراسه، نكري عندك واحد الكراسه، نكري عندك صافي، ما بقاش التساهل، ما بقاش غير خلي الله لا. فهذا القانون يطبق وحنا تنفرحوا ملي كنشوفوا بان القانون كيطبق وكنشوفوا رجال الامن كيقوموا بمجهودهم ومجهود كبير اكيد باش يقدروا ينقيوا هذه المنطقه هذه. فكل السلطات اللي كتساهم في انجاح هذه العمليه برافو ليها. برافو السيد القائد اكيد منتخب برنوشي التابع عن شاطئ النحله، فهو وقف بيدي على انجاح هذه العمليه هذه. فكيف نشوفوا كاين مجهود كبير، كاين مجهود كبير مشاهدينا الكرام، كاين تضافر للجهود ما شاء الله. راه واخا الحراره والكتبان خصكم تعرفوا راه حنا راه ماشي في منطقه عاديه، حنا راه في كتبان رمليه اللي محاطه بالشواك والشوك وواحد النباتات اللي صعيبه، ومع ذلك عناصر الامن طالعه وحاضره وكتنقي انتم كي كتشوفوا مشاهدينا الكرام. فبرافو لكل السلطات اللي كتساهم في انجاح هذا العمليه. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام العمليه مستمره، عمليه تنقيه كل هذه الشواطئ من كل هذه الشواهد وهاد الناس متواجدين اكيد رجال الامن مرفوقين بالسلطات المحليه، مرفوقين باعوان السلطه، مرفوقين كذلك الجهات الخاصه وكذا بلونكا ومدينه الدار البيضاء. فكاين تضافر للجهود، برافو 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 لكل الجهات المعنيه اللي نجحات هذه العمليه هذه. تفاصيل اخرى تبعوها عبر قناتكم قناه قرب شوف تيفي. الى اللقاء.